السلام عليكم. في هذا الدرس رح نتعلم أو نعمل برمجة لوحة الدخول. طبعا أنا بدي أول ما أدعس هون على البرنامج يفتح لي واجهة اللوجن. طبعا أنا وين واقف؟ واقف على اللي هو على الكلاس تبع إيش؟ الفيلمين. طيب فأنا إيش بقول له؟ بدل من منيو هاي أنت بدك تحمل لي اللوجن، واجي أعمل هنا ران ونشوف يعني إيش هو حيطلع لي. حيطلع لي واجهة اللوجن. أنا من خلال واجهة اللوجن هدخل يوزر نيم وهدخل باسورد وبعدها ادخل على الدخول. لقيت هذا الزر ايش بدي اسوي فيه؟ بدي اقول له اذا كان اليوزر نيم هذا بيساوي اليوزر نيم اللي انا حددته وكلمه السر اللي انا حددتها اعمل الدخول. طب الدخول وين هيحولني؟ هيحولني على المين منيو. طيب فهنا في فكره، انا كيف بدي انتقل من لوحه تسجيل الدخول الى المين منيو، وهذا راح نعرفه في الدرس هذا. طبعا هنا الخروج اللي هو نعمل له يعني يطلع من البرنامج كله. طيب نيجي هنا على بركة الله ونحكي بسم الله. أول شيء هنا بدي أجي أعمل له public، نعمل له إيش؟ void مثلا نسميها login وندي له event، تمام، وسميها اي. طيب الـ event هاي طبعا موجودة وين؟ في الجراف اكس. طيب هذا دلالة مين؟ هذا الميثود أو هذا الأكشن اللي راح ينفذه البوتون تاع الدخول. حمل له public void اللي هي exit، طبعا مش هتاخد اي event، تمام، لانه هيش عطول exit. طب كيف دعمل exit؟ بقول له platform dot exit، تمام. طيب نيجي هنا نفتح اللوجن. هاي اللوجن نفتح له وين؟ على السيمبل ده عشان نربط اللوجن في البوتون الدخول والاكزيت في بوتون الخروج. نروح هنا على الكود وبعدها بنختار الاون اكشن، بقول له اكزيت. طيب هنا الدخول ايش الاون اكشن تاعتها؟ اللوجن. طيب جميل جدا، لقيت هذا اليوزر نيم حدي له افكس اي دي اللي هو يوزر نيم، وهذا حدي له هنا الباس وورد، تمام. انا كده خلصت شغلي في الواجهه. نروح هنا على الكود. طيب انا عشان اتعامل مع التكست فيلد لازم اقول له ايش هنا؟ ايش اف اكس ام ال. طبعا اعمل له امبورت واقول له تكست فيلد، واقول له هنا يوزر نيم، نعمل له هنا بس ايش كمان؟ لا الباسورد، بس هذا مش هذا نوع مش تكست فيلد، باسورد فيلد. اوكي تمام. لقيت هنا ايش نيجي في اللوجن؟ بدي اقول له هنا بدك تتحقق لي، بدك تقول لي اف إذا كان اليوزر نيم دوت، هات لي التكست اللي فيه دوت تريم. دوت تريم يعني إنه ما يكونش فيه مسافات، يعني المفروض إنه حاطط مسافات، هيعمل اللوجن وهيتحقق. لأ فأنا بديش يعني تفوت وتضيع وقتك في الكود اللي تحت. طيب دوت إيكوال، بقول له هل يساوي مثلا أدمن. طيب لقيت هنا لو أنا المستخدم دخل مثلا الإيه كيف ده لو اسمه، هيقول له لا. طب أنا عشان أحل المشكلة هاي فبقول له هنا بدك تعمل لي ماتشز، ده اللي اسمه ماتشز. طيب هذه الماتش إيش تسوي؟ بحط هنا علامتين زي اللي تعمل الباكتس اللي هي علامة المصفوفة، بقول له إيه سمول وإيه كابيتال. هنا أنا بقول له إذا كان اليوزر نيم بالإيه سمول أو بالإيه كابيتال حق يعني خلاص دخل لي إياه. And الباسورد فيلد دوت جيت text هذا التكست دوت تريم دوت ايكوال، او ممكن يعني يخليها تكون في مسافات، يدخل مسافات يخليه يدخل مسافات دوت ايكوال هل يساوي 1 2 3. اذا كان بيساوي حقق لي النتائج هنا وحولني على لوحه الدخول على لوحه الرئيسيه. حاجه اقول له else، اذا لا جي اوبشن بين. هنا بقول له جي اوبشن بين دوت شو مسج ديالوج، تقول هنا النال، قول هنا تحقق من اسم المستخدم كلمة المرور. هذا بكل بساطة. طيب هنا لقيت، هنا لقيت ايش تسوي؟ طيب اول اشي انا بدي ايش؟ بدي احمل ملف مين؟ ملف تبع مين؟ تاع المين منيو، تمام. يعني حاجة اقول له كيف بدي احمله؟ عن طريق الـ fxml loader، او وين تلاقي الكود؟ بلاقيه موجود هنا، شايفين هو هذا الكود. يعني انت ممكن تكتبه او ممكن تنسخه وتلصقه هنا.
يعني عالي جدا عشان وقت الفيديو. طيب بس هنا اجاك تفتح لي، طبعا هنا نعمل له ايش امبورت، وامبورت لمين؟ للبيرنت. طيب هنا اجاك تسوي، بدك تعمل تراي كاتش، ليش؟ لانك انت بتتعامل مع ملفات. طيب باجي بقول له قص لي هاي وله تراي كاتش وحط لي اياها، راح ليش اللي هو طبعا هنا عشان اي اي، هذا الايفنت اسمه اي وهذا الاكسبشن اسمه اي، فانت بتغير مثلا اي اكس. طيب طبعا هنا ايش اسمه حيكون؟ حيكون اسمه مين منيو، مين منيو، تمام. طيب بعد كده ايش تسوي؟ طيب انا حملته، انا حملت المين الملف، اكيد بدي اعمل هنا سين، سين اللي هو يعني المشهد سين، تمام. بسميه مثلا سين ويساوي نيو سين. ايش هخزن فيه؟ هخزن فيه رود، تمام. طيب اجيت انا ايش بلزم؟ اجيت السين وين بدي احطه؟ بدي احطه بالستيج. الستيج تاع مين؟ تبع مين؟ تاع اللوجن. يعني باجي بقول له هنا اللي هي اي دوت، بدي اقول له اي دوت جيت سورس، هات لي السورس اللي دعس على مين؟ اللي دعس على الاكشن هذا، تمام. يعني ايش هو هيكون السورس اللي هو ايش؟ البوتون. طيب بس انا بقول له انا بديش البوتون، انا ما بديش البوتون. طبعا انت ايش بدك تاخذ؟ بتاخذ نود، واكيد حنشرح شو هو النود. طيب بقول له اوكي اعمل لي ايش؟ اعمل لي امبورت لها. طيب بعد كده ايش حتقول له؟ حقول له هات لي جيت سين، هات لي السين تبعها المشهد. بعد كده بدك تجيب لي جيت ويندو، يعني هات لي الشاشة، تمام. اجيت هذا كله وين حخزنه؟ حخزنه في ستيج، تمام. هنا بقول له ايش؟ عرف لي هنا ستيج، ستيج وسمي هنا ستيج ويساوي. طيب اجيت هذا الجيت ويندو بترجع ويندو، لازم اعملها ايش؟ كاستنج لستيج. فبقول له اعمل لي اياها كاستنج لستيج. طيب نشرح الكود هذا. الكود هذا معناته انه جيت دوت جيت سورس، هات لي المصدر اللي دعس على الميثود هاي اللي هي اللي اسمها لوجن او اللي عمل اكشن. طيب انا خزنتها نود، ما خزنتهاش اللي هي بوتون. ليش؟ لانه هو اصلا البوتون وكل مشاكل احنا حكينا انه في الجافا اوف اكس انه هي عباره عن بيرنت وتشيلدرن، يعني اجيت كل تشيلدرن او بيرنت هو نود. طيب بس بقول له هات لي السين تبع مين؟ تاع النود، يعني هات لي المشهد تبعه. من خلال المشهد بقول له هات لي الويندو. طيب يعني مثلا عندي هنا واجهة النت بينز، هذا واجهة النت بينز هو عبارة عن مين؟ عبارة عن ستيج. طيب والستيج ايش داخلها؟ بداخلها سين مشهد، انا شايف ايش المشهد الشاشة البيضاء هاي، تمام. طيب وبداخل المشهد بيحتوي على مجموعة مثلا الوورد، الوورد هي عبارة عن نود، تمام. طيب انا كده ايش اخذت الستيج بتبعت مين؟ بتاعت الواجهة اللي انا واقف عليها، طيب او انا فاتحها. طيب بعد كده ايش هتقول له؟ بس خلص القصة انحلت، فبيجي يقول له الستيج دوت سيت سين، انا ايش حاطط السين اللي هي بتاعت مين؟ اللي انا حملتها، يعني الافكس اللي انا حملته خزنته في سين، وبعد كده هخزنه وين؟ في ستيج. اجيت خلص صار في عندي تعديل، يعني جيت للستيج السين القديم اللي هو بتاعت اللوجن انشالت، انا عدلتها في مين؟ في سين جديده بتاعت المين منيو. طيب بعد كده حاجه اقول له ستيج دوت سيت تايتل، خلص صاير لي التايتل هنا، طبعا ستيج دوت سيت تايتل. ايش التايتل حيكون؟ حيكون هو عبارة عن ايش؟ مثلا هنا رئيسية. طيب بعد كده خلصنا، هو حيعمل ويعمل كل شيء. لو جيت نعمل هنا اللوجن ونيجي ندخل هنا ادمن، ادمن بالكابيتال او بالسمول، هاي ادمن، ونقول هنا 1 2 3 4. طبعا هو غلط، قلت له لوجن كان يتحقق اسم المستخدم وكلمة المرور. طيب لو قلت له هنا 1 2 3 وقلت له دخول، طول حولني اياه. بس لكن شايفين كيف انه الواجهة جت هان ما جتش في النص. طيب اكيد احنا حنحل القصة هاي ونجيبها في المنتصف. طيب لقيت هنا عشان نجيبها في النص بدك تجيب كالتالي. اكيد ايش تحكي له هنا؟ بقول له السكرين الشاشة تبعتي سكرين، طبعا هذا هو كلاس موجود في الجافا فيكس، بقول له دوت جيت برايمري، هات لي البرايمري تبعتك، وبعد كده بدك تجيب لي جيت فيجوال باوندز، يعني هات لي ايش الحدود تبعتها، تمام. هذا كله وين بدك تخزنه؟ بدي اخزنه في ريكت انجل، ريكت انجل 2 دي،
تمام، اكت انجل 2D جميل. طبعا بسميها هنا ار دي او اكت انجل 2D، خليها ار دي. طيب بعد كده حاجه اقول له، اجيت هنا في الستيج، الستيج انا ضفتها تبعتي الستيج الان اللي بفتحها دوت سيت اكس، بتعدل مين الاكس تاعتها. طيب الاكس شو بتاخد؟ طيب اجيت باجي بقول له الار دي هات لي الجيت ويدز، يعني هات لي ويدز تبع الشاشه، الويدز تبع الشاشه من هنا للنقطه الى النقطه هاي. طيب ايش بدك تسوي فيها؟ بقول له الدوت او هنا ناقص عفوا اللي هي مين، اللي هي الستيج دوت جيت ويدز. تمام، يعني هاج حجيب الويدز تبع مين، تعال الستيج. باجي كله هذا بقول بحطه كله داخل قوس، بدا يعني داخل اقواس، وبقول له قسمة 2. طيب هنا بس نحط هنا القوس. طيب بعد كده خلصنا، باجي بقول له بس حط لي مين للجيت هايت، وهنا باجي بقول له الجيت هايت، وهنا باجي بقول له سيت للواي. هذا هو الكود اللي هيحط لي اياه في المنتصف. حاجه اقول له اعمل له هاي، اقول له ادمن 1 2 3 واقول له دخول. شايفين جاب لي وين؟ في المنتصف زي ما انتم شايفين، هي جاب لي الشاشه في النص. طيب هذا هو بالنسبه لهذا الدرس، ان شاء الله يكون الدرس هذا بسيط واستفدتوا منه واخذتوا معلومات كيف نتنقل بين الواجهات وكيف ايش احط الواجهه للسجل بتاعتي في المنتصف. نشوفه الدرس القادم والسلام عليكم.